من صوت لبنان نقدم نشرة أخبار الخامسة والربع مع تحيات ألسي كفوري جيتا مارون والمخرج بيير جامو. أبرز العناوين: الحريري محافظاً على تفاؤله، الحكومة ستولد خلال أسبوعين وأنا من يشكلها. أنصاري يجور على المسؤولين ويأمل تشكيل حكومة ضمن توافق سياسي. خلاف حول أكثر من لجنة عشية جلسة انتخاب اللجان النيابية. ما حقيقة منع الباخرة التركية من دخول حرم معمل الجيدي؟ ترامب يصف لقائه مع بوتين بالبداية الجيدة. بدي بريموس بس تفكر بطاطا، اسمع يابا هلا صار في بريموس على كل النكهات بكل الساحات. بدي بريموس. كل يوم بمطاعم سينة سراي نخبز بحب ومن القلب أشهى المأكولات الطازة والشهية لزبايننا الأحبة بكل أنحاء العالم. سينة سراي هلأ بدو سبوت شويفات لمول دبي وسيتي مول الدورة. آيكوت 05-472-579. سينة سراي. بيقولوا ما حدا بيخلق معلم، لتعلم ولادك وتقدر تكفيلهم جامعات بلش جمع ببرنامج سيف ستيبس من الاعتماد اللبناني، ابتداء من $20 بالشهر مخصومين مباشرة من حسابك المصرفي، وأمن لعلمهم بكرة. بنك الاعتماد اللبناني، دايما بقربك. بالرغم من غياب أي تقدم ملموس في الملف الحكومي، لا يزال الرئيس المكلف على تفاؤله بالولادة الحكومية القريبة، أي خلال أسبوع أو أسبوعين، بينما نقل عن رئيس مجلس النواب نبيه بري خشيته من أن يمتد مسلسل تأخير الحكومة إلى ما بعد عيدي الميلاد والأضحى. في أي حال، محركات التأليف لا تزال تدور على حلحلة العقد الثلاث المعروفة، ولا تزال تنتظر لقاء الحريري باسيل قبل توجه الأول إلى بعبدة. على خط داخلي آخر وعشية جلسة انتخاب اللجان النيابية، برز خلاف في هيئة مكتب المجلس على أكثر من لجنة، وتحديداً على لجنتي الأشغال والصحة، مع اتجاه لاعتماد التصويت لحسم الخلاف، كما أن التنافس لم يحسم بعد على اسم مقرر لجنة المال. دولياً يترقب العالم ما سيسفر عنه لقاء القمة الأول والتاريخي بين رئيسين الروسي والأمريكي على صعيد أزمات المنطقة والعلاقات المتدهورة بينهما، وقد وصف الرئيس الأمريكي اللقاء بأنه بداية جيدة، لكن البداية من الداخل. أبدى رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري تفاؤله في ملف تشكيل الحكومة، معلناً أنها ستولد في خلال أسبوع أو اثنين، ولفت إلى أنه يتواصل مع الجميع ويحاول التهدئة، مشيراً إلى أن هذا التواصل سينتج حكومة قريباً. وأكد الحريري تمسكه بحكومة وفاق وطني يتمثل فيها الجميع، مشدداً على أنه من يشكل الحكومة بالتشاور مع رئيس الجمهورية ولا أحد غيره، موضحا أن كل من يظن عكس ذلك فهو مخطئ. وأضاف: لا شيء يمنعني من لقاء وزير الخارجية جبران باسيل، وجونا إيجابي وجو التيار الوطني إيجابي أيضا. وعشية جلسة انتخاب اللجان النيابية المقررة غدا، خلافات برزت على أكثر من لجنة، والتفاصيل لمجدلي نعيد. أجواء إيجابية خيمت على اجتماع هيئة المجلس النيابي برئاسة رئيس المجلس نبيه بري، يتوقع أن تنعكس على انتخابات اللجان التي ستجري غدا بعد التوافق شبه التام السياسي بين الكتل والطوائف. وكان تم التوافق في اجتماع مكتب المجلس في عين التيني برئاسة بري وحضور نائب الرئيس إلي الفرزلي ونواب مروان حميدي، ميشيل موسى، سمير الجسر، أجوب بكردونيان، وبغياب ألاعون بسبب سفره إلى الخارج بحسب ما أشار الفرزلي. كان اجتماع هيئة مكتب المجلس برئاسة دولة الرئيس نبيه بري للبحث بمسألة انتخابات اللجان النيابية
التي كان يجب أن تجري فور انتخاب الرئيس ونائب الرئيس وهيئة مكتب المجلس واستمرارا لها، وكانت الأجواء أجواء إيجابية وتوافقية، وهناك اتجاه لأن تجري جلسة يوم غد في تمام الساعة 11 في المجلس النيابي لانتخابات هذه اللجان تنفيذا لمناخ توافقي بين كافة القوى لإنتاج هذه اللجان. وافقوا على كل الرؤساء واللجان تقريبا بشكل 90%، وتستكمل النقاش غدا قبل اجتماع الهيئة العامة. وفي المعلومات أن التوافق جرى على معظم اللجان وعددها 16، فيما لا يزال البعض الآخر حوله خلاف كلجنة الأشغال التي قالت المصادر أنها بحاجة إلى أشغال. هذا وعلم أن النائب جورج عدوان